فتاريخك واسمك اللي بتصنعه مع منتخب بلدك هو اهم حاجه في حياتك واهم حاجه في تاريخك. فلازم تعمل لمنتخب بلدك عشان الناس تفضل الناس متذكراك، تفضل الناس بتحبك، تفضل الناس بتقدرك. انت مع ناديك ممكن مشجعي ناديك بس هم اللي يحبوك، ممكن هم اللي يثقوا فيك. في المقابل لما بتعمل حاجه لمنتخب بلدك بتلاقي البلد كلها بتحبك، الشعب كله بيحبك، الناس كلها بتقف معاك وتدعمك. فده اللي احنا نقلناه وده اللي احنا حريصين ان احنا نوصله للعيب. انتمائك وولائك لمنتخب بلدك هو الاساس وهو السبب الرئيسي في نجاحك وشهرتك وحب الناس ليك.